المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا لحرصه المولوي على استمرار ارتباطه بالوطن يوم الأم، فقد أصدر جلالته تعليماته السامية للسلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل قصد العمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم بأثمنة مناسبة. وأمام هذه التفاتة الملكية المنفعمة بالإنسانية والتي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، خاصة أنها تأتي على بعد يومين من استئناف السفر إلى المغرب، وبناء على ما سبق، فالأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ترفع برقية شكر وتقدير إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، تتلوها على مسامعنا الأستاذة فاطمة زهراء الحقوني رئيسة هيئة إعلام والتواصل للمنظمة على الصعيد الوطني. برقية شكر وتقدير مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة إعطائكم تعليماتكم السامية للسلطات المعنية من أجل تسهيل عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. سيدي أعزكم الله، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء تتقدم إليكم يا مولاي الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بآيات الشكر والعرفان وجميل الامتنان بكل ما فتئتم تبذلونه من مجهودات جبارة وأوامر سامية في توفير وتسهيل عملية عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج من توفير وسائل نقل بحرية وجوية بأثمنة مناسبة لتمكين العائلات المقيمة خارج المغرب من زيارة وطنهم، أهلهم، ذويهم وصلة الرحم بينهم. أبقاكم الله يا مولاي القائد المحنك والملك الهمام الضامن لوحدة الوطن واستقراره وأملنا المنشود بعد الله عز وجل. وحقق على يديكم الكريمتين كل الخير لشعبكم الذي يبادلكم حبا بحب، وحفظ الله ولي عهدكم الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة، وأن يشد أزركم بصرمكم السعيد مولاي رشيد وسائر الأسرة العالمية الشريفة إنه سميع مجيب. حرر بالمحمدية يوم الاثنين 3 ذو القعدة 1442 هجرية الموافق ل 14 يونيو 2021 ميلادية، إمضاء خادم الأعتاب الشريفة نبيل الزاع الأمين العام للمنظمة. محمد الغوات، président et membre à l'organisation marocaine des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. سبب إلقاء هذه البرقية؟ Aujourd'hui, comme toujours, l'organisation exprime sa gratitude et sa considération au souverain que Dieu le protège et le glorifie. Comme nous savons tous, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions royales aux autorités concernées pour pouvoir faciliter l'accès, le retour et l'accès à leur chère patrie. Et en cette occasion, je remercie Monsieur le Directeur de l'Institut Technique Sidi Mohamed de gestion des entreprises agricoles, le Gouverneur de Sa Majesté le Roi de la ville de Mohamedia, Monsieur Hicham Al-Alaoui Ntagri, Monsieur Zakaria Al-Riyati, le Kaïd de la commune de Sidi Moussa Mjdou, toutes les, bon, les autorités locales, la gendarmerie, la Sûreté Nationale. Que notre devise reste éternelle et éternelle pour l'éternité, Dieu, la patrie, le roi. Je vous remercie infiniment.